دلوقتي مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لفقرة الكاريكاتير. أول كاريكاتير معنا النهاردة من صحيفة الاتحاد بريشة الفنان شريف عرفة عن قناة قطر الإرهابية. هنروح للبيان وهنشوف منها كاريكاتير بريشة الفنان عامر الزعيبي عن النظام القطري. أما الشرق الأوسط فهنشاهد منها كاريكاتير بريشة الفنان أمجد رسمي عن الاتفاق النووي الإيراني. إلى الجريدة الكويتية وكاريكاتير عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومستشارة الألمانية أنجلا ميركل. من أخبار اليوم كاريكاتير من صحيفة أخبار اليوم هنشوف فيه طبعا أو بيتحدث هذا الكاريكاتير عن زيادة التعداد السكاني.